مرحبا برج الحمل، كيف بده يكون الأسبوع الثاني من شهر أيار مايو؟ يعني بدنا نحكي عن الاثنين 6 للأحد 12 أيار مايو. شو في عنا بهذا الأسبوع؟ هذا الأسبوع بيتخلله يوم الأربعاء قمر جديد ببرج الثور، يعني في عنا قمر جديد، يعني في عنا القمر والشمس بيلتقوا سوا، وكمان رح بيكون كوكب الزهرة والمشتري وأورانوس موجودين سوا، يعني في عنا 5 كواكب ببرج الثور. فترة جيدة لكم مواليد برج الحمل، تسمح لكم بإدخال تغيير معين على حياتكم النفسية، لأنه الثروة كمان نفسية معنوية مش دايما مالية، وليش لا، في احتمال انه يكون في عندكم فكرة مختلفة متنوعة كيف بدكم تحسنوا أوضاعكم المالية. يمكن أحيانا موالي برج الحمل اللي بيكونوا طلاب، كمان الأمور الثروة الداخلية فيها تكون نجاح بامتحانات أو تخرج، ليش لا؟ خلونا نشوف الأحوال الفلكية كيف بدها تكون. التنين 6 القمر رح بيكون ببرجكم حتى منتصف ليل بيروت، منتصف ليل تنين 3، فوجود القمر ببرجكم هو مسألة كتير منيحة، لكن ما تنسوا أبدا أنه كوكب المريخ كمان موجود ببرجكم كل هذا الأسبوع، فبدنا ننتبه بهذا الأسبوع. لما القمر بيكون ببرجكم يوم التنين، القدرة والشجاعة اللي عندكم إياها والجرأة رائعة جدا. يلي ما أخذ، يلي ما تحسن، ما لقى انه في مبادرة حلوة لإله صارت بالايام الاخيرة، اليوم الاثنين فرصة مناسبة للتحرك، للمصالحة، للتسوية، لاخذ قرار كبير. الثلاثة والاربعة، الثلاثة سبعة، الاربعة ثمانية، حتى بعد منتصف ليل اربعة خميس القمر بيكون موجود ببرج الثور، هذا اللي كنا عم نحكي عنه، قمر جديد، قدرة على تحويل كل الريسورسز اللي عندكم اياها، كل القدرات والثروات اللي عندكم اياها فيكم تحولوها وتجمعوها وتخلوها تكون فرصه مؤاتيه لتحسين اوضاعكم، لكل اللي حكيت عنها النفسيه المعنويه وغيرها. انا بعتبرها فتره ناجحه لكم. الخميس والجمعه القمر رح بيكون موجود ببرج الجوزاء، يعني بالبيت الثالث، يعني رح يسمح لمواليد برج الحمل انه يكونوا مش بس سريعين، يكونوا ايضا قادرين على حلحلة امور، على ادخال تغيير بحياتهم، على انجاح معاملات، على انجاح تقدم معين. الفكره اللي عندكم اياها، المشروع اللي عندكم اياه، كل الامور اللي حابين تشتغلوا عليه، على ما في شيء بيوقف بدربكم، منطلقين بقوه. صحيح كوكب المريخ ببرجكم، صحيح بيسبب شويه مشاكل وجع راس، لكن كمان بيعطي جرأه. فبعتبر انه الخميس والجمعة من الأيام النشيطة القوية يلي بتساعد مواليد برج الحمل. السبت 11 ابتداء من الساعة 6:15 صباحا حتى الأحد كل النهار والليل القمر بيكون موجود ببرج السرطان. هون بدنا ننتبه شوي مواليد برج الحمل، لأنه القمر من برج السرطان أحيانا بيسبب شوية انفعالات، شوية عواطف، شوية حنين للماضي، للحاضر، للمستقبل، لكل هذه الأمور. فعالجوا الأمور بمنطق وبوعي تام وبنضوج. طبعا في بعض المصاريف اللي بتروح وبتجي العلاقة بمسائل مالية أو عائلية أو شخصية. كوكب المريخ بقلكم انتبهوا، مواليد 25 ل 31 أدار كل هذا الأسبوع من المشاكل ومن الحوادث. للمزيد من المعطيات رجاء تابعوني ببرجكم الشهري وببرجكم اليومي. إلى اللقاء، باي باي.